السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من أمريكا. اليوم رجعت لكم فيديو جديد من الحلقة الثامنة من أمريكا بكل بساطة. واليوم إن شاء الله راح نتحدث على الفيزيتر فيزا، واللي هي أول شيء راح ناخذ البي 1 اللي هي البيزنس فيزا أو فيزة العمل، اللي هي تسمح للأشخاص الذي يريدون يفتحون مشاريع أو غيرها من القدوم إلى أمريكا والحصول على هذه الفيزا. فخلونا نشوف شنو المتطلبات وشلون نقدر نقدم على هذه الفيزا. أول شيء، هذه الفيزا اللي هي اليوم راح نتكلم عنها اللي هي البي 1 فيزا، هي فيزا للفيزيتور، يعني للزيارة، هاي رقم واحد. ولكن تختلف الأكثر من نوع فيزة الزيارة. فأول وحدة راح ناخذها اليوم إن شاء الله اللي هي البي 1. البي 1 هذه تمنحها الحكومة الأمريكية، أو اللي يريد يقدم عليها لازم يكون بباله إنه هو رايح يسوي بزنس بأمريكا، يفتح مشروع بأمريكا، يعني هذول اللي تخصهم هذه الفيزا، أو رايح أتنت، يعني رايح يشارك بمؤتمر علمي او مؤتمر على البزنس او ما شابه، او اذا كان يريد يروح يخلص معاملة تركة اللي معاملة الورث، او اذا كان رايح هناك، يعني سبب الحصول على هذه الفيزا انه رايح يسوي negotiation a contract، يعني رايح يتفاوض على عقد عمل او عقد شركة او ما شابه. هذه بكل اختصار على هذه الفيزا، بها بعض المتطلبات يعني تجوز تشمل الكل. فخلونا اول شيء ندخل على المتطلبات لهذه الفيزا اللي هي اسمها فيزا بي 1 فيزا، فيزا رجال الأعمال أو فيزا المشاريع أو ما شابه. أول شيء، يعني مثل كل أي فيزا تقدمها على أي دولة، امتلاك جواز سفر صالح للاستخدام مدة لا تقل عن 6 أشهر، لازم ما اكسباير، أقل شيء 6 أشهر، أن تكون الفيزا لغرض العمل أو المشاركة في مؤتمر أو ندوة عن العمل موجودة ذكرناها، أن كان لديك تركة أو ما شابه في أمريكا، يعني رايح تتخلص معاملة تركة أو ورث. إذا كنت تريد التفاوض على عمل ما، هي هاي المتطلبات اللي شفناها. إذا أنت كنت ذاهب لسبب المشاركة في تدريب قصير الأجل، هذه همينة نقطة كلش مهمة، أتمنى أنه أنتوا تركزون عليها، أنه أنت كنت رايح تشارك بترينينج يسموه، يعني رايح تتشارك بتدريبات قصيرة الأجل. إذا كان لديك حاليا هذه المتطلبات، هسه الفقرة اللي هم يريدوها أكثر شيء، اللي هي أن تكون لديك القدرة على تغطية مصاريفك ومصاريف الإقامة في أمريكا، لازم كله على حسابك بهذه، من تجي من أي دولة الأم بأمريكا كلها تغطية المصاريف كلها على حسابك، أن يكون لديك حساب بنكي أو ممتلكات في البلد الأم حتى تحصل على هذه الفيزا. لازم يأخذون من عندك ضمانات أنه أنت عندك فلوس، حساب بنكي أو عقارات بالبلد الأم حتى تقدر تحصل على هذه الفيزا. أن تكون مستعد للعودة إلى الوطن الأم بعد نفاذ الفيزا، يعني أنت لازم تكون مستعد أنه ترجع على بلدك، وهي مدة الفيزا هذه من شهر إلى ستة أشهر لا أكثر. هذه هي المتطلبات. وأكو هنا يجون بغرض فيزا الزيارة ويسوون معاملات ويقعدون يظلون بأمريكا، فهذه لازم يشوفون بيها محاميين، هذه كل شخص وعنده أسباب الخاصة. فهذه همنا كثير من العالم يجون بغرض البزنس ويحصلون إقامات هنا بأمريكا عن طريق المحامين. نجي ندخل على طريقة التقديم. أول شيء لازم التقديم يكون أونلاين،
اول شيء قدم على هذا الدي اس 160، شرحته بالفيديو السابق. هذا يدخل معلومات او صوره، وعنده يدخل الصور مالته مثل ما قلت هنا. هنا الانترفيو اذا كان عمره 13 او اكثر، هذا اللي يروح ويا اهله. اكو شغله بهذه الفيزا، انه اذا انت كنت تقدم على هاي الفيزا انت وعائلتك بغرض البزنس، لازم كل شخص ياخذ له فيزا خاصه، ما يصير كلكم فيزا واحده. هاي هنا أنا بالانترفيو بالمقابله، اول واحد ما يعني الطفل، الاطفال 13 او اقل ما يحتاجون يروحون على المقابله، 14 الى 79 سنه لازم يروحون على المقابله. نانا لازم تاخذ موعد من السفاره بعد ما تقدم هذا الدي اس 160، تاخذ موعد بالسفاره وكل بلد ببلدها. والفيز مالتها يعني السعر مالت هذه الفيزا 160 دولار، اللي يقبل ينقبل واللي يرفض يرفض، هاي 60 دولار ما ترجع، 160 دولار العفو. نانا مثل ما قلت الباسبورت وغيرها وغيرها كل اللي شرحناها قبل، وسبب سبب الفيزا ترب لل تنطيهم لل للقنصلية بالمقابلة، ليش رايح على أمريكا، سبب الزيارة يعني للعمل أو ما شابه، كل هذه لازم تنطيهم إياها. وعندنا هنا لازم تجي على الانترفيو، وهنا من تصل لأمريكا، وإذا تريد تسوي extended to stay، إذا تريد تكثر أكثر من 6 أشهر لازم تقدم ويا الـ USCIS. وهاي المعلومات اللي يريدوها من عندكم بهذه الفيزا. إذا عجبكم الفيزا، إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات ثانية. سلام.